نعم، الصلاة على الصبح. هنكمل بقى عن النوافل. من العبادات الجميلة، خدوا بالكم أنه النبي علمنا عليه الصلاة والسلام أنه الأعمال، في أعمال في رفع أسبوعي وفي رفع السنوي. إحنا شهر شعبان ترفع فيه الأعمال السنوية إلى الله عز وجل. في رفع أسبوع بيبقى يوم الخميس، في تحديد أموات العام. إحنا لسه هنتكلم عن النصف من شعبان. النصف طيب. من شعبان ده حديث لوحده. فلما ترفع الأعمال إلى الله، النبي ذكر لنا كده في الحديث، ترفع الأعمال إلى الله. لو في اتنين متخصمين، يقول الله تبارك وتعالى لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. طب هو مين الجاني ومين المجني عليه؟ مش دي القضية، ده هو اللي غلطان في حقي، مش موضوعنا. ازاي انا مش ذنبي؟ مش موضوعنا. تخيل ربنا يقول للملائكة، ربنا ما قالش ايه انظروا عمل الجاني حتى يصالح المجني عليه، او انظروا عمل المعتدي حتى يصطلح مع المعتدى عليه. لا، انظروا هذين حتى يصطلح. لما ربنا عز وجل يعلمنا في القرآن وقل لعبادي، من عباد ربنا اللي شايف نفسه من عباد ربنا ينصت للآية دي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بيوقع بيننا يا حضرات، الشيطان بيوقع ما بيني وما بين حضرتك، انت اخويا وحبيبي. صحيح. وبيوصل الدكتور عمرو يقول جملة يقوم الشيطان يوصلها لي بمحمل تاني، يقول شفت شكله بيتريق عليك، ايوه شكله يقصد بيها حاجة تانية كده، شكله ليه كده؟ لا تظنن بكلمة خرجت من اخيك الا خيرا وان تجد لها في الخير محملا. فبنقول للناس والله يا حضرات هذا امر خطير، احنا في شهر شعبان كل واحد يرتب يعيد حساباته مع حبايبه. ما ينفعش اللي متخاصمين يا جماعة، اي حد متخاصم بقول له انت على خطر عظيم، مش انا اللي بقول، يا جماعة افتحوا كتب السنة وقروا الحديث ده للنبي عليه الصلاة والسلام. النت ما بين ايدينا كلنا، اكتب انظروا هذين حتى يصطلحا، ترضى عملك وتعبك في السنة كله ما يطلعش لربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى لا للخصام. نعم. لازم نصطلح. لا خير في كثير من نجواهم. يا جماعة أنا لو ما قلتش الآية دي في برنامج بوضوح يبقى الفقرة بتاعتنا ملهاش معنى. إزاي؟ ربنا بيقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا جماعة الأجر العظيم في شهر شعبان، ما تخليش الشيطان ينتصر عليك. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده النبي بيعلمنا خيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ بالسلام. قاوم شيطانك دلوقتي، بس دلوقتي احنا في وقت متأخر. لا، اكتب له رسالة يا فلان انت اخويا وحبيبي، مش ممكن الدنيا تتدخل بينا، مش ممكن الشيطان ينتصر علينا. انا اشهد الله ان انا من اعماق قلبي مسامحك، واتمنى وارجوك انك تسامحني، واحنا في شهر كريم وداخلين على شهر اكرم اللي هو شهر رمضان. رسالة والصبح نكلم بعض. والله العظيم لو لا سمح الله لو حضرتك زعلان مني اجي ابص راسك، والله والله الدنيا ما تستاهل. فانا بوجه رسالة يا اخي الكريم، قوم صالح مراتك الله يسترك، ما تبقيتهاش زعلان. هو انا زعلتها، هو انا زعلتها. مراتك دي بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حد ينايم بنت النبي زعلانة؟ ده لو قالت لي اكنس الشقة، قوم اغسل المواعين. واحد بيغسل المواعين يا دكتور عمرو، فصاحبه بيكلمه في التليفون هو مش مركز مع صاحبه، فصاحبه بيقول له ايه الوش اللي جنبك ده، راجل مشغل الميه والسخنه وعمال يغسل الاطباق الالمونيا والكلام ده. فصاحبه بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له لا انا بعمل معالجه للالمونيا في ظروف حراريه قاسيه. بيستحي يقول انا بغسل المواعين. يعني النبي كان يقوم في مهنه اهله. قوم راضي والله ورب الكعبه اللي بيراضي العباد ربنا بيراضيه. عشان كده هنخش على عبادة بقى أخطر. من أخطر العبادات، من مكروب
سيبني باللي انا فيها مولانا الله يسترك. مين مهموم؟ اوه مش قادر اقول لك. طب ايه رايك بقى؟ من عامل الناس بجبر الخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. الله عليك الله عليك الله عليك. جبر الخواطر، اجبر خاطر الناس يا اخي، اجبر خاطر قرايبك، الجود بالموجود، بين لقرايبك انك فاكرهم مش نسيهم. فسمعت التليفون وكلم الناس، عبادة جبر الخواطر. ليه الخاطر؟ يعني ايه خاطر الاول؟ الخاطر ده اللي هو القلب، لانه حتى في الحديث النبي يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبقى اللي بيعمل الخاطر ده القلب، فالقلب أطلق عليه خاطر، والجبر عكس الكسر. نعم. ما تكسرش قلبي، ما تزعلنيش، يا سلام، ما تقهرنيش، ما تكسرش بخاطري، أجبر خواطر الناس. فين عبادة جبر الخواطر؟ ده في ناس من أرقى وأهم العبادات والله العظيم، جبر الخواطر والله. نعم. ده النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. تخيل حضرتك آخر خطبتين في حياة النبي، آخر خطبتين، وأنا نفس الناس تعرف آخر خطبتين للنبي عليه الصلاة والسلام. خطبة منهم خصصها للأنصار اللي وقفوا جنبه، بيقول لنا، بيوصينا على الأنصار، أوصيكم بالأنصار خيرا قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، بيكبر خطرهم. النبي ما نسيش أن الناس دول في يوم الأيام وقفوا جنبه. فعايزين نقول عبادة جبر الخواطر. تخيل بقى ان احنا عندنا طيار كده في المجتمع، ما اعرفش ايه اللي جرى، مش دي عاداتنا ولا تقاليدنا. تلاقي واحد يقول لك ايه، لا 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 لا، بص 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 بص، انا عندي مساله صراحه، دي مبدا صراحه، انا لا اعور اقول له في عينه انت اعور، دي والله دي قله ادب. دي مش صراحه حضرتك، انا مش بكلم مشاهدينا الكرام طبعا ما بيعملوش كده، بكلم الناس بيعملوا كده، اقول له دي مش صراحه، دي وقاحه. نعم. ايه اللي لعور؟ اقول له لعور انت في عينيك ده، يعني ازاي يعني؟ فين الكلمه الطيبه صدقه؟ فين جبر خواطر الناس؟ تخيل لما النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه وعلي، ستنا فاطمه وسيدنا علي قاعدين بيهزروا معايا، بيدردشوا معايا، وانا كنت بشوف كده، كنت بشوف مثلا اختي وجوزها وقاعدين وابويا الله يرحمه ويكلموا كده، فتقول له انت اكيد طبعا بتحبين اكتر منه، شوف، وجوز اختي راجل محترم، واحنا عندنا جوز بنتك يا دكتور عمرو، انت بتعمل معاه ايه؟ مش بتعتبره ابن من ابنائك؟ صحيح صحيح صح؟ صحيح. وفي بعض الدرجات بيحتل مرتبه اعلى لانه بيصون عرضك. صحيح. فالنبي يقول لفاطمه، تقول له بتحبني انا اكتر ولا هو؟ طب ايه السؤال الصعب ده بقى؟ فيقول له يا علي، أنت أعز علي منها وهي أحب إلي منك. طب إيه الحب والمعزة يعني؟ ما هو الاتنين دايبين في بعض يعني، بس بيراضي الناس. عمرنا شفنا النبي أحرك حد عليه الصلاة والسلام؟ فيبقى من العبادات اللي يا ريتنا نحطها في صحيفة أعمالنا وهي طالعة إلى الله عز وجل، عبادة جبر الخواطر، عشان ربنا يجبر خطرك أنت كمان. طيب، عشان ربنا يحقق لك أمانك.